يوسف يستنى تهانيكم بالعيد على 31 88 ألف. 36 دقيقة على راديو اي اف ام، احلى راديو. نحن رجعنا لكم في سهرية خاصة بعيد الفطر المبارك الجزء الثاني، لانه كنا البارح اليوم ثاني عيد. نجموا تكلمون على 31 380 ألف، مكالمتكم ياخذها اخونا علي عرعود، من بعديك تعديوا معنا في اخر كل ساعة تهنيوا اللي تحبوا عليه تكلموا، وتهنيوا اللي تحبوا عليه اللي تحبوهم، زيد اللي ما تحبوهمش نجموا تكلموا وتعيدوا عليهم كيف كل جاي يضحك صح عليك، نجم تكلم زيد كل جاي انت عايد، حتى العبيد اللي ما تحبش عليهم ميسيرش تكلمهم مش مشكلة. ما انا اللي باش نكلمه تو نحبه برشا لانه صديقي في الدنيا، ونجح عم ناول وتعم ناول في الدراما السنة نجاح ساحق في الكوميديا تبارك الله عليه. معايا عزيز الجبالي. شو حتى انا نحبك برشا صح. مرحبا بك خويا وعيدك مبروك. خويا عيدك مبروك خويا، كل عام وانت حي بخير، العبيد اللي يسمعوا فينا الكل والتواس الكل، وان شاء الله عيد عام جاي خير من السنه ان شاء الله. فيه شويه هكا شويه تقلقات فهمت. صحيح وديما واحد يقعد اوبتيميست، ان شاء الله اللي جاي خير بابا، وكهو انا نقدمه ديما نقدمه ما نقفوش، نحاولوا ديما نخمموا قدام وكيفاش نجموا نصلحوا كل واحد من شيرته كهو سي. كيفاش عديت العيد خويا؟ والله مركتش في الدار، والله مشيت عمل دار طلع على معناها دارنا امي وبابا واخواتي، قعدت بحدهم شويه البارح ورجعت للدار، واليوم مازلت في الدار ما خرجتش، هبطت بكيت شويه قضيت شويه قضيه للدار فهمت، مش ما يقعدش كي الجوع نتاع ماضي ساعة هذيك. نعرف الجوع. عرفت الجوع ماضي ساعة هذيك. نعرف الجوع نتاع ماضي ساعة. باش ما يجيش ويغدرني. هو خويا مركش في الدار، شو نعمل؟ لين تتحل شوية الأمور، خلي واحد يشوف شوية حبايب شوية أصحاب، خلينا نتلموا. لخاطر بالرسمي معناها كيما قلت رمضان تعدى علينا كاسح ايموشنيلمون، ونحن ليزارتيست وأنت تعرف أكثر جو، قديش يتعدينا برشا بريسيون على خاطر نبداو نخدموا عام كامل باش نفرحوا العباد، باش نقدموا حاجه تحترم البوبليك التونسي، وتقعد فك ستريس هذاك. دونك الحمد لله سنة اوموا تعدى رمضان في الاخر لاباس، خاطر بريود الاولى انايا برجولي انا واحد من الناس ستريسي ياسر، وعملتهم هذوكم تاع يزيني من رمضان يزيني تعبت راني يزيني. بعد النوبه عزيز، بعد النوبه ونجاح شخصيتك في النوبه عامين ورا بعضهم، اليوم كي تهبط للشارع كيفاش يعيطوا لك؟ برغل ولا يعيطوا لك العباد؟ اي برغل برغل، فما هو راه مقبل الميلونج معناها، فما اللي يقول لك وليد دشره، فما اللي يقول لك وشتي، فما ناس تعقل الحنشاوي، صوت الحنشاوي تقول لي عملت 250 حنشاوي، فما ناس تعقلك من المسرح، فما ناس من طمطومة، نكتة طمطومة في ديتيب توا، فما أولاد صغار أنت نتاع طمطومة عمي أنا نتاع طمطومة، دونك فما برشا أنواع، لكن توا فما بوبليك جديد أنا مساس بيه هما سورتو صغار اللي فريمون معناها شيخة معاهم أخرى، خاطر ما يخبيوش اللي على قلبهم يقولوه ديريكت الصغار. يولي وقفني طفل صغير ولدت البارحين ظهر لي قال لي عمي راهو التقليده راهي ما جيتش البارح كثير ما جيتش، قال لي ما جيتش راهو للدار وقعدنا وحدنا وكل، وقلها تجيب حذانا الطل خاطر هي ديما الطل بحذانا التقليد، معناها ما فهمت غادي فهمت معناها نحن بالنسبه لهم عايشين وتغشش برشا في شعري نورمال تغشش على الاخ ما شفتوش فاز جمله، قال لي وينهم هذوكم اللي في شعرك وين هذيك الفضه حب على حديث فهمت، دوك سي ان اوتر بوبليك حاجه اخرى شيخه اخرى فهمت اش معناها كي تلم العائله سي تري امبورطون، زدنا فهمناها على خاطر حسينا اللي لو بروجي مس لي جينيراسيون الكل معناها من ولاد صغار ببيات الى دي جون كيفنا الى امي وامك وبابا وابوك تفاهموا على نفس الضمان، معناها تحسوا كي يقعدوا يحكيوا دو لا ميم مانيير على نفس السيكونس، ما كناش الهدف الاول كيما قلنا من الاول بالتضحيك، اما اللمه هذيك انه يفهموا لا ميم شوز، فما دي دوغري ديفيرون معناها، فما راهو القراءة الأولى نتاع لي صغار، فما القراءة الثانية نتاع لي جون اللي كيفنا والعباد تحب تفهم، فما لو تخوازيام دوغري اللي يقبل التأويلات وبرشا التأويلات اللي فيه أمور اجتماعية وسياسية محطوطين، دونك سي ان بروجي اللي ما فيهش كان الضحك وماهوش أول حاجة وأهم حاجة، ليسونسيال سي لو ميساج أن ولادنا يحلموا يتخيلوا يشوفوا بعين مزيانه، وحاولنا نقدموا حاجات مزيانين دي تابلو
حبينا نحلموا مع العبيد، حبينا نبارطاج احلامنا وافكارنا. نحن وصلنا حتى الحلقه السابعه تخيلناها بعينين صغار، قلنا البول كبير الجران بير يرقد ونشوفوا الصغيرات شنو نجموا يتخيلوا. ودخلنا وقتها بلانش نيج وسندريون وميرلان، وقتها دخلنا للذاكره نتاع الصغير اللي فينا كل واحد انا وحاتم وعبد الحميد. دونك هاني قلت لك انا فرحان برشا اللي حسيناه تعدى، هذا سي ليسونسييل. الحمد لله الحمد لله. انا نعرفك في المسرح في الكوميديا تبارك الله، في المسرح البيس دو تياتر نتاعك هربه فريمون حاجه مزيانه برشا وتضحك برشا برشا. اما اول مره نشوفوك في الكوميديا في التلفزه، شفناك في الدراما، شفناك في السينما زيدا في الدراما. بون يبدا ديما الرول نتاعك لايت، مش كيما موش درامي 100%، ديما فما الروح نتاع ديما فما روح الكوميديا. ما سنة 100% كوميديا، فما ديسين دراماتيك. انا نذكر سين انتي وامك هذيك وقت اللي باش يعدموك انتي وامك، مزيانه برشا السين ودارت برشا حتى على ريزو سوسيو. اما كيفاش قيت عزيز في الكوميديا سنة؟ والله انا قلت لك كيما قلت انت، ما تحسرتش زاده حتى سنة في الكوميديا، خاطر كنت نخمم وين نلعب في الكوميديا، انه برغل عنده ديسين اوسي تراجيديك، فما 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 شنقه، فما حاجات يوجعوا برشا. دونك انا حتى في الكوميديا كنت راقد بالي، ما ينجمش يكون ديبيل برشا برغل، ولا ما ينجمش يكون موش حساس برشا، ولا نجم يكون ما ينجمش يكون ايريسبونسابل اللي اوبليجي ديتر فما دي كاركتير يكونوا موجودين فيه. هذاك علاش كان كومبوزي برشا، وكنت انا في وسط لو تريو اللي مطالب مني اني نهز الثنيه. نقولوا نحن سيريوز الثنيه نتاع بالحق لازمنا نتحركوا بالحق، خاطر كانت سيف وجهاد معناها نقعد عامين معناها هما راهم يتسيبوا في ليفان ونولي نضحك والجماهير تضحك والتكنيسيان نضحكوا، وكنا هناك خاطر دو فينومين مع كيكا ونزيدهم انا ببلاتي وكيكي مخلقني ربي. فهمت تريو قوي برشا. دونك جيتي اوبليجي في وسط تريو باش نحاول كنا نهز الثنيه باش العباد تتبعني باش تفهم. انت في في البروجي سيناريست زاد سيناريست، دونك جيتي اوبليجي باش نكون جيد اكثر ونهز معايا الاولاد. دونك انا فير بالكومبوزيسيون ديجا. نجم نقول جائزة احسن كوميدي سنة راهو يتقاسموها سيف وجهاد بالنسبة ليا انا. وانت زاد؟ هاني قلت لك بعد انا بالطبيعة باش نخرج روحي، بعد نحكي لك في لابورتونس تاع العمل، معناها نحكي كوميديا انا توا، مانيش نحكي توا في احسن ممثل، نحكي في الكوميديا، خاطر المارج كانت عند سيف وجهاد. وسيرتو سيف، معناها وشفنا سيف الكوميديا معناها ابداع، انا واحد من الناس تالون فو السيد هذاك، وجهاد مانيش نحكي عليهم اليوم. دونك ديكو انا حاولت نكون في وسطهم، اني نلعب الرول المودراتور، اني نهز السنية، اني نكبس لي ديالوج ونكبس الحكايه ونضرب اكثر، خاطر فما الريتم لازم تتحكم فيه. دونك ديكو فرحان برشا اللي وصلنا له هذا الكل. هذاك علاش قلت لك كان صعيب علي، بالنسبه لي اصعب برشا الكوميديا وصرتو في التلفزه، على خاطر مطالب انك تضحك، مش كيما في الدراما كان جات ضحكه ما كانش ميسالش، هذا مطالب انك تضحك ومطالب انك على الاقل كان ضحكتش تدخل تبسيمه وتدخل حاجه مزيانه للعباد. فحاولنا باش تكون نظيفه وفينو وما فيهاش البساطة الساذجة، فهمت معاك لو فاسيل. حاولنا نحفروا أكثر في لي سيكونس والخدمة نتاعهم. دونك كانت صعيبة، أنا بالنسبة لي أصعب إكسبيريونس وأصعب حاجة خدمتها هي برغل الحقيقة حتى لتوا. والإكسبيريونس نتاع السيناريو، كتابة سيناريو معاك حاتم بالحاج، مش فرد جينيراسيون، سهلة ولا صعيبة معناتها القاعدة؟ من الأول سيتي راهو با فاسيل الحقيقة، معناها باش نقول لك راهو من الأول لقينا ولقينا رواحنا مرتاحين. عندك زوز عباد مهمين انتلكتويلمون قبل كل شيء، قبل ما يكون واحد مخرج مهم والاخر سيناريست مهم في البلاد، هذوما زوز عباد عندهم طريقه تفكير معناها بروفوند برشا. دونك انا حاولت ناخذ منهم برشا نتعلم، يعني بالنسبه لي كان ستاج، ومن تو حاولت نقرب وجهه نظر ما بيناتهم، خاطر انا حاتم خدمت مع عمي وفي 2050 نعرفوا اكثر مع عبد الحميد وعبد الحميد عشيري وملي بدينا مع بعضنا، دونك فهمهم مزوج شويه. دونك حاولت نقرب وجهه نظر ونزيد نزين من شيرتي انا الحاجات اللي شبهونا نحن يوسف، اللي ذيك اللي البلاد نتاع وقتنا نتاع عمرنا نتاع الامور البعيد شويه اللي لازم تخمم له. اي لازمك تخمم له، ومعناها هاني قلت لك لا توندونس نتاعنا معناها نحن كبرنا عليه، خاطر سي نوتر جينيراسيون زاد نحن، فهمت؟ دونك ديكو حاولنا نعملوا ان ميلونج ما بينات هذا الكل، ما بينات الخياطه نتاع حاتم، ما بينات الهبله نتاع
عبد الحميد وانا في وسطهم نزين. دونك جيسبر اللي تعدى وصل لهذه للعبيد. اون لا فيكو هاني قلت لك تعاركنا برشا وضحكنا برشا وانا بارتاجي برشا حاجات ودخلفنا برشا. دونك هذاك هو اناتوليي ديكريتور كنت اللي يبداو الثلاثه عبيد يحبوا على المشروع ويحبوا يقدموا به. دونك اللي تي ام بي بي كان نربيه في صغير مع بعضنا ثلاثه وما سهله باش تربي صغير ومعناها ثلاث عبيد فهمت. دونك سيتي حاولنا نقاسموا لتاش وجيسبير وانا ربحت برشا الحقيقه في البروجي هذايا معناها انديبوندامون من التروفي ولا معناها راي العبيد وكلام العبيد وانا وين حاولت نحط روحي وقداش حاولت نهرب من زون دو كونفور ما نجم يكون كان يفرحني البروجي على الاخر على الاخر يوسف ابار كل شيء كما قلت لك ابار نجاح. خرجت من زون دو كونفور وعملت حاجه اللي ظهرت صعيبه وتوا جو سوي ايبويزي تعب الحقيقه من الايفور اللي عملته وهذيك حاجه تفرح ويحكي يبدا مهدوء من التعب بالخدمه الحمد لله. برشا يقولوا عزيز انه النجاح عزيز الجبالي ما نجم يكون كان مع عبد الحميد بوشنيق. انا مع عبد الحميد بوشنيق حكينا فيه الموضوع هذا في انترفيو في التلفزه يقول لي راه ما تنجمش مثلا تلوم فما مخرجين يخدموا مع ممثلين ديما حياتهم كامله ما يكلمهم حتى حد. كان ليانا يجيو يقولوا لي شبيك تخدم مع نفس الممثلين علاش ديما تخدم مع عزيز الجبالي. انت تعتبر صحيح ولا غلط الكلام اللي يتقال انك انت جاتك دي اكسبيريونس اخرين؟ انا نعرف 2050 نعرف مسلسل والله نسيت اسمه وتعدى في الوطنيه زادت عديت فيه قلب الذيب قلب الذيب ولا لا فما مسلسل اخر في الوطنيه ليه قلب الذيب قلب الذيب قلب الذيب قلب الذيب قلب الذيب فوالا قلب الذيب. دونك معناتها ديما مع عبد الحميد بوشنيق تحس في روحك في الزون دو كونفور ولا بالطبيعه نحس روحي اسهل التعامل انا خاطر نحس روحي في كيبتي ومع ناسي ومع العباد اللي نعرفهم مليح ويعرفوني مليح سوتو. عبد الحميد من اكثر العباد اللي يعرف البوتنسيال نتاعي ويعرفني وين نجم نمشي ويعطي فيا ثقه ونتحاور برشا معاه بيان سور. لكن انا معناها انا الرالي هادي في قلب الذيب بنجح لتوا العباد كي تراني في الشارع تقول لي انا الكبار ما ناكلوش تضحك يا جيليني. دونك حاجات اللي شدوا في العباد معناها رغم اللي لو بروجي كان فيه برشا كريتيك معناها على قلب الذيب وكل لكن فما بوكو داكس نجحوا في قلب الذيب ويعتبر فما برشا حاجات نجحوا فيه. دونك الاكسبيريونس مهمه ياسر. يعني قلت لك معناها خدمت مع نجيب القاضي في روكار دو موا وي صحيح معناها خدمت مع مهدي الهميلي في ستريمز خدمت في ليبيا معناها انا من الممثلين معناها وعبد الحميد يعرفوا هذا اللي انا يدي محلوله ما شلت الكتابه مع سوسن الجني معناها مانيش مسكر على روحي ونقول اسمع ونخدم كان مع عبد الحميد بوشنيق لا معناها من بعد الامبورتونس ولا الحاجات اللي يجيو قاعدين مهمين ومكتوبين مليح يجيو من عند عبد الحميد بوشنيق مش مشكلتي معناها انا كي تجيني حاجه معناها مهمه بالدرجه هذيك وعبدي يحطك اون فالور ويعطيك حقك ويحاول ديما يبدلك وهذا اللي تفهمنا فيه انا وعبد الحميد قدره ربي ما دام نخدم مع عبد الحميد ما كنتش تراوني في نفس البروفيل خاطر تعرفوا وانت هاك تبع من الاول يوسف وبدينا مع بعضنا وانت تعرف معناها قداش كيفاش بدينا. دونك ما وليد ماهوش واجدي ماهوش برغل ومازلنا غاديك ومازلنا نحفر ومازلنا باش نبعدوا معناه وانا نحضر في برشا شر راني معناه شر عبد الحميد بوشنيق تبارك الله عليه معناتها يعرف يحكي مع لي زاكتور نتاعو معاك يحب يوصل لك البيرسوناج. انا كانت عندي اكسبيريونس معاكم انت وعبد الحميد اقسم بالله العظيم شوكي لبسهولي الدور تبارك الله معناتها الور كان متواضع جدا في التمثيل اما لبسهولي الدور وخرجت حاجه مزيانه بين الدراما والكوميديا. عزيز وين تحس روحك خير معنا؟ والله نحب في الزوز وانا ما نحبش لو كلاسمون حتى ما بين الدرامي والكوميدي. انا ممثل اي سيتويشن تجيني نحاول نعملها كيما يلزم كسوا في عمل درامي ولا كوميدي. دونك انا كوميدي للنخاع وتراجيدي درامي للنخاع. دونك هذا هو الممثل هو فوالا معناها ما لازمنيش نحصر روحي في بلاصه معناها حتى انا بالنسبه لي معناها نحب ديما جائزه احسن ممثل في سلسله كوميدي مثلا ولا في سلسله هزلي معناها مش جائزه احسن كوميدي كوميدي ولا غير كوميدي يقعد ممثل يقعد انا اكتور عمل بيرفورمانس فهمت صحيح. دوك بالنسبه لي الباب ديما محلول نحاول ديما نكتشف في روحي حاجات ومازلنا باش نخدموا السسبانس والثريلر ومازلنا باش نخدموا حاجات اخرين باكو سا معناها والرومانس نحب برشا الحب نحب
وناقص الحقيقه الرومانس ناقصه برشا في تونس كسوا في الافلام ولا في ولا حتى في السيريات نتاعنا. دونك انا نحب نخدم برشا قصص حب، نحب لي زيكسبيريونس دو سو جون. دونك ان شاء الله يجي نهار وعندي نلقى لي بوسيبيليتي باش نخدم هذوما الكل ان شاء الله. فاش تفرجت متواضع راك صاحبي في التمثيل معناه بعدت شويه بعدت شويه على التمثيل بعدت شويه علاش لي نهار اخر علاش لي فاش تفرجت سني عزيز والله اتفرجت في كل شيء انا ما عنديش كرفازك والله لا وقت والله عندي اخويا نتفرج انا في كل شيء ونكونسومي كل شيء حتى المسار وخلط لهم انا العصفوره قالت لي العصفوره قالت لي هو جهه الشيرني العصفوره قالت لي انه كنت في دور نوردو في الفوند وش صار من بعد والله ما صار حتى شيء انا بحكم لونجاجمون مع عبد الحميد من الاول معناها انا اساسا كي بديت نكتب معاه قلت له معناها سا ديبون معناها من انه موجود كان ما كانش ولا معناها فهمت دونك من الاول في بالها اساسا وحكينا فيه كل شيء وقت اللي صح البروجي مشيت كمل نخدم على روحي وفرحان بالاكسبيريونس وربي عين الناس كل اساسا علاقتي بها باهية برشا وكلمتني وبركت لي وكل ونوردو كيف كيف وكلمت له وبركت له وبركت لهم الكل وربي عين الناس كل انا راك تعرفني يوسف معناها مش حتى كان راديويت راني علاقتي باهية مع الناس كل نحب الخير بيسان لوف عزيز بعد انا عندي دي بريفيرونس حاجات معناها نتفرج في حاجه تعجبني اكثر من الاخرى اما بالطبيعه نشجع الناس كل نحب الناس كل تنجح عجبك عجبك الفوندو سنة برشا عباد تلوم على النهايه نتاعو حاجات اي بون جو كومبرون معناها معناها ما فماش عمل راهو ما في حتى مع خلل ولا كل شيء متكامل 100% دونك فيه نقص وفيه برشا حاجات مزيانين ويقعد انت كنت في الكتابه نتاع الفوند النهايه من الاول مكتوبه هكيك ولا صارت صاروا فيها تحويرات هما كانوا 20 ابيزود مش 21 وصاروا فيها تحويرات معناها اما القاتل كنت نعرفه معناها فهمت القاتل كنت نعرفه نبدا نتغصور والله الحس كيف تقول الموضوع تقول درشني شاد تقول حتى الذهب في الدار ومخبي ولا عرفت يجي بالموضوع شكون قتل مريم نبدل في وشي فهمت ساوسن سني لابروفي العام الثاني على التوالي انها مخرجه تبارك الله معناتها بامكان نيات كبيرة برشا كيفاش ريتها انت سنة والله ريتها الى كونفيرمي كما قلت وعندها ثنيتها وتعرف شنو تحب ومعناها ما زلت سوسن باش تعطي حاجات مخير خاطر توا وين خذيت الفولون وين خذيت ايديها معناها على الخدمه دونك توا باش تشوفوا منها حاجات نصور معناها دونك لازلنا ريت المخرجين وسيرتو مخرجه امراه حاجه مهمه ياسر انه نشجعوا ونقدموا ونحاولوا ونصلحوا معناها فما كلام ساعات في الفيسبوك وكل ما معناها ما يقدمش بينا فهمت معناها السبان ما يقدمش بالممثل ولا بالفنان سيرتو كي يجي من عبيد فاهمه نوعا ما الوضع فهمت تعرف اللي هو تعب اللي هو اللي هي محاوله تقعد ديما معناها واحد حاول وفما عبيد برشا عبيد عجبت على الاقل احترم العبيد اللي عجبت ما تحترمش الارتيست احترم العبيد اللي عجبت عجبها معناها لو بروجي بعد هاني قلت لك ربي عين الناس الكل انا مو كوتور سنة معناها قلتها في الراديو الكل الحرقه بكل المقاييس معناها اخراجيا وسيناريو وممثلين وديكور ومكياج وكوستيم و هيك شفيك ديبارتمون هيك ودي او بي وبالحق معناها كانت خفاي اكسبسيونيل سي لا بيرفيكسيون مسلسل مزيان برشا وان شاء الله نشوفوه في المنصات العالميه نشوفوهم في خاطر لي بلاتفورم الكبار الكل وان شاء الله يترجم برشا لغات على خاطر سي ان فيتون سي ان سيري يونيفرسيل يونيفرسيل تحكي مع العالم الكل وتشبه العالم الكل ما فماش واحد في العالم ما يعرفش هذا ولا ما راش هذا قبل دونك سي امبورتون ان نقدموا حاجات هكا للبر بعد هني قلت لك انا جروسو مودو معناها الحقيقه راضي على اللي صار في رمضان السنه على خاطر فما بوكو دو بروبوزيسيون معناها ولينا نحكيو كان فن ما فماش بوز فماش حاجات اللي وحلنا معاهم عملوا البوز معناها فهمت دونك وحلين فن حتى كان نقد راهو نقد فني دونك هاني قلت لك بيس كالعاده خويا وربي عين الناس كل وكهو اش نسالك سؤال بليد شويه كيفي انا بين عبد الحميد وسوسن والاسعد شكون احسن مخرج درامي في نظره عزيز جبيل مانيش اوبجيكتيف هكا معناها باه نحيو شكون تحب نحيو عبد الحميد نحيو عبد الحميد ما بين سوسن والاسعد
عم ناول سلسلة سنالف. صحة ليك، خرجت بلا. شكرا ليك عزيز، يعطيك صحة. خلي لك كلمة الختام عايد على اللي تحب عليه أخو. عيدكم مبروك لكل التواسة، لكل الفامي بتاعك، بابا المرتك، عيشك ربي يخليك، البوك حتى الكانيش. ربي فضلك. كويك كويك. كل دوك صاحبي خويا رينا فيه بتوار الإيفوليشن اللي عملتها، وراك خويا محبوب وتوانسة تحبك برشا وتقدرك على خاطرك خدام وعلى خاطرك ديما تحب تقدم. ربي فضلك عزيز، عشكو ديما ساقينا على القاعه وديما نخدموا، مازلنا ما بنيناش خويا، وان شاء الله ربي معانا. وعيدكم مبروك، وان شاء الله بيس بيس. وكما قال وجدي في نوبه، حبوا بعضكم الدنيا فيها موت، ما دايما حد خلنا نقفوا مع بعضنا بالله. محلاها النهايه نتاعك، حبوا بعضكم الدنيا فيها موت. وفري فلسطين بتبيع فلسطين حرة. شكرا عزيز جبالي. احنا بعد شوية نستقبلوا تليفوناتكم على 31 380 ألف. اما بعد شوية خاطر توا باش نسمعوا موزيكا صغيرة هكا، يوم بعد ناخدوا تليفوناتكم. انت تسمع راسين كاري وتحب تشارك في الاسئله اللي نطرحوها على الكيب؟ سهل برش، ابعث لنا بسؤالك في الدومين اللي تحب عليه، تاريخ، سبور، تكنولوجيا ولا غيره. سجل فيديو فيه السؤال والجواب وابعثه